للحديث عن الملف النووي الإيراني والتحركات الأمريكية ضد طهران معنا من كندا رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية الأستاذ صلاح أبو شريف. أستاذ صلاح، بداية مرحبا بك. أي خطر تمثله إيران الآن عندما يتحدث تقرير من البنتاغون أن إيران يمكن أن تحصل على سلاح نووي في غضون 12 يوما؟ كيف تقيم الموقف الأمريكي من ذلك؟ بداية شكرا للاستضافة. طبعا الولايات المتحدة منذ يعني أشهر أعلنت أنه إيران هي قريبة جدا من صنع القنبلة النووية وأنها وصلت إلى الإمكانية اللي تسمح لها بأن تصنع القنبلة النووية، ولكن مدى الخطورة يعني سواء الخطورة يعني لمثل هذه التصريحات، أعتقد يعني بعد ما يعني اكتملت الصورة الداخلية للدول الغربية وأيضا اكتملت الصورة عن الدعم الإيراني لروسيا في حربها في أوكرانيا، الآن يمكن الأخذ بالاعتبار أنه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يكون جادون في التعامل مع الملف النووي الإيراني بالمرحلة الراهنة، خاصة وهم الآن يدركون جيدا أنه إيران غير نووية هي تمثل خطر كبير جدا للمجتمع الدولي، لدول الجوار، لحتى أوروبا، ويوم أمس بالتحديد يعني قائد الحرس الإرهابي الإيراني هدد أوروبا بصواريخه وبمسيراته وغير ذلك. لذلك أعتقد الخطر جاد جدا يعني بالمرحلة الراهنة. إعلان القوات البحرية الأمريكية ضبط قارب إيراني محمل بصواريخ موجهة، إلى أي مدى يشير إلى ازدياد التمدد الإيراني في ظل ما يصفه الكثير بأنه تقاعس بايدن أو تقاعس الرئاسة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا التمدد الإيراني لا سيما في اليمن؟ الولايات المتحدة الأمريكية أعطت فرصة كبيرة جدا وبالتحديد الرئيس بايدن لتنفيذ أجندات إيران في المنطقة وبالتحديد باليمن والبحر الأحمر وغير ذلك. اليوم الحديث عن هذه الصواريخ لا يهدد اليمن ولا يهدد المملكة العربية السعودية فحسب، فهو يهدد المصالح الغربية عموما، ويعني تواجد هذه الصواريخ بيد الميليشيات أو ما يسمى بالميليشيات في الواقع هو الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، وهذه التكنولوجيا الدقيقة هذا يعني أنه إيران عبرت الحدود بشكل كبير جدا، وهي الآن تهدد ليس فقط المملكة العربية السعودية بل تهدد حتى الدول الأوروبية عبر ميليشياتها مباشرة إذا ما دخلت هذه الدول أو الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية أو الإسرائيليين بحرب مباشرة مع إيران، فسوف تستخدم كل هذه الأسلحة ضد المصالح والجيوش الغربية بالمنطقة. تصريح وزير الدفاع البريطاني بن ولس أن بلاده لا تستبعد أي خيار في حال فشل المفاوضات من أجل منع إيران من امتلاك قنبلة نووية أو سلاح نووي، إلى أي مدى ترى أن هناك ربما خلال المرحلة المقبلة تحرك أمريكي من نوع خاص، وخاصة هناك يعني قد تعودنا أن الولايات المتحدة عبر تاريخها في الحروب أنها لا تتحرك منفردة؟ نعم، يعني نحن مررنا بمراحل مختلفة للمواقف الغربية عموما، تارة ما يعني الغرب يقف بوجه إيران والغرب الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد تقف بوجه إيران، ولكن نجد أوروبا تمد يدها كوسيط أو كشريك تجاري أو سياسي للدولة الإيرانية، والعكس أيضا الآن نجد أن هناك تشدد مثلا أوروبي في التعامل مع إيران، فرنسي بالتحديد، بريطاني، ألماني، ولكن إدارة بايدن هي كانت الطرف الأكثر سلمية مع الملفات الإيرانية الخطيرة. في الآونة الأخيرة خاصة بعد الاحتجاجات الأربعة شهور الماضية نجد أن هناك تقارب وجهات النظر والتقارب استراتيجي بين عموم الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا موجود في الملف النووي الإيراني، خاصة بعد التدخل الإيراني المباشر عبر المسيرات والصواريخ في الحرب الروسية الأوكرانية ووصول الملف النووي إلى طريق مسدود. أعتقد أنه الوضع جاد جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تدخل بمفردها، إذا دخلت تدخل معها الدول الأوروبية كاملة. طيب في الداخل الإيراني أستاذ صلاح أبو شريف، إلى أي مدى بات ضروريا الآن دعم الحراك الداخلي داخل إيران، وخاصة
بقية الشعوب غير الفارسية لا سيما الجبهة التي تمثلونها؟ الحراك في الداخل ربما هو يعتبر العامل الأخطر على التراب الإيراني وعلى هذا النظام وعلى يعني الدولة الإيرانية عموما، وهذا ما تدركه يعني الدول الغربية، تدرك أنه حراك الشعوب غير الفارسية بالتحديد بالداخل هو ربما الأخطر من القنبلة النووية على إيران، والأخطر على الحرب حتى من إيران، لأنه سوف ينتهي بتفكك إيران. ولربما هذا جانب من التخوف الغربي أيضا اللي لم يدعم الشعوب غير الفارسية حتى هذه اللحظة بشكل جاد وقوي. ولكن إذا اضطرت هذه الدول ووصلت إيران بتجاوزاتها إلى مرحلة سوف تقوم بتنفيذ يعني دعمها المباشر، الاعتراف بالمعارضة، الاعتراف ب يعني شرعية المعارضة، سلب الشرعية من النظام الإيراني، طرد سفرائها، يعني إدخالها لربما حتى بالبند السابع وأمور مختلفة. أما بالنسبة للشعوب غير الفارسية فمطلبها واضح من الدول الأوروبية، من الولايات المتحدة الأمريكية، لا تشارك يعني المعارضة الفارسية من أجل تغيير النظام. يتشارك الاتحاد الأوروبي، الدول الإقليمية، دول العالم لوقف الإرهاب وبنفس الوقت للوصول إلى حقوقها الوطنية والقومية وحقها في تغيير المصير، هذا ما يدفعها للمشاركة، ليس لتغيير النظام، لأن الملكيين والجمهوريين وكل الأطراف الإيرانية لا يقلون عنصرية عن نظام الجمهورية ما يعرف بالإسلامية الحاضر، لذلك يعني مطالبهم مختلفة، وأعتقد هذا ما يفهمه الغرب تماما. من كندا رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية الأستاذ صلاح أبو شريف، شكرا جزيلا لك.